السلام عليكم ورحمة الله. يا بسمة تكوي الفؤاد بروعة، تحيي موات مشاعر الأدباء، تسمو بعشق الأوفياء وكلها نبض يسابق خافق الشعراء. حي هلا بكم معنا أحبائنا المشاهدين حيثما كنتم، تحيتنا المسائية ممتدة إليكم حيثما كنتم، تحية خاصة في هذا المساء إلى زميلنا الدكتور سعيد الحاج بمناسبة زفافه الميمون أيضا. ونبدأ معكم جولتنا في دنيا الألوان السبعة مباشرة بعد الفاصل. إلى أين تمضي العلاقات التركية الفرنسية بعد إقرار البرلمان الفرنسي للقانون المتعلق بالأرمن؟ لماذا تجاهلت فرنسا تحذيرات تركيا لها بعدم اللعب بالنار؟ وما معنى أن تركيا لن تسمح للصغار بأن يكبروا على حسابها؟ تركيا وفرنسا ومسار العمل السياسي الجديد بعد قليل. ترتفع الأصوات مطالبة بعلاقات تركية عربية مميزة. ما هو دور الشباب في هذه الرؤية؟ وما هي قراءتهم للعلاقة وأبعادها؟ العلاقات التركية العربية برؤية شبابية، دراسة وتمحيص بعيون الشباب وألسنتهم ومؤسساتهم بعد قليل في الألوان السبعة. في معاني الصراع الانتخابي المحتدم في فرنسا تثار في كل مرة قضية هذا الموسم الانتخابي كانت تتصل بتركيا. تم إحياء قضية ماتت منذ 97 عاما، قضية جرت إبان أحداث الحرب العالمية، ولكن يراد في قاموس السياسة الفرنسية أن يتم إحياؤها لعلاقتها بالداخل الفرنسي ولإرسال رسالة إلى تركيا وفق ما يرى كثير من المتابعين. تركيا وفرنسا والأرمن والاتحاد الأوروبي، معادلات يسعدنا أن نقرأها مع أستاذنا الحبيب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أحمد أزجان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. لنبدأ إذن أحبائنا المشاهدين بقراءتنا المبدئية، فرنسا وتركيا نفوذ مخبوء أم سياسة محتدمة؟ العلاقات التركية الفرنسية في توتر. لقد قبل مجلس الشيوخ الفرنسي قانونا يجرم البحث حول الأحداث الواقعة قبل 97 عاما في ظروف الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد مناقشات استغرقت أكثر من 7 ساعات، بالرغم من أن لجنة الدستور أكدت بأن مسودة هذا القانون تخالف الدستور الفرنسي. يبين الباحثون أن رئيس الجمهورية ساركوزي في فترة انتخابات حاسمة وقد اتجه إلى هذه الطريقة لأجل استقطاب دعم المواطنين الأرمن أو الذين هم من أصل أرمني. من ناحية أخرى، هناك عدد ليس بالقليل يشير إلى أن توسيع رقعة نفوذ تركيا في الشرق الأوسط يزعج السيادة الفرنسية، ولذلك فتحت النقاش حول هذا القانون. عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تنهار، هاجر ملايين الناس من الرقاع التي خرجت من أيدي الإمبراطورية إلى الأناضول، وفي عام 1915 تم نزوح المواطنين الأرمن إلى الأماكن الآمنة من الإمبراطورية. الشتات الأرمني حاول أن يجعل البرلمانات الأوروبية تعتمد قوانيناً تعترف بأن هذا إبادة جماعية، والغريب أن إصدار هذه القوانين يصادف دائما فترات الانتخابات في تلك البلدان. خطة القانون هذه نفسها صوت عليها يوم 12 من تشرين الأول لأكتوبر لعام 2006 في فترة الانتخابات أيضا، وتم قبولها يوم 5 من أيار مايو لعام 2011 وتم رفضه، ولكن قبل أن يمر عام على هذا تم قبول نفس القانون. ترى ما مدى صحة تسييس الأحداث التاريخية والحكم عليها قبل القرارات الصادرة في البرلمانات؟ من المعتقد أن الموضوع يجب أن يعترض عليه أولاً باحثي التاريخ. موضوع طرحه جاك شيراك وطرح كثيراً ولكن وافق عليه ساركوزي. ساركوزي ومعدلة الانتخابات سنتحدث عنها، ولكن اسمح لي أن
أدخل من نقطة محورية. ملف الأرمن تحديدا حدث بين العهد العثماني وليس في عهد تركيا، لا أبدا. بالتالي هو يمسني كعالم عربي، ليس كذلك أستاذنا الكريم؟ صحيح. تركيا والله. يجب أن لا تحمله صحيح لوحدها. صحيح. الأمر يتعلق بالإمبراطورية العثمانية جميعا. نعم، كانت دولة العثمانية ذات عناصر كما هو معروف، كانت هناك عرب والعجم والأتراك طبعا. إذن ليس الأتراك مسؤولة عن ما جرى في إبان أواخر الدولة العثمانية، ولكن أعتقد أن لدى الكوامن، لدى فرنسا كوامن من الأحكات ضد تركيا والعالم العربي والإسلام معا. مثلا هم قبل أسبوع فات أصدروا ليس فقط قانونا واحدا، قانونين. ما هو القانونين؟ أولا أصدروا طبعا وصادق مجلس الشيوخ قانون إنكار إبادة الأرمن كما يزعمون. أيضا كانت هناك إصدار جديد من القانون يتعلق بالحركيين. يعني عندما احتل فرنسا 130 سنة للجزائر، جلبوا الحركيين الطابور الخامس المتعاون مع احتلال فرنسا هناك. لذلك هم أصدروا قرارا لعدم المسح لتكتل الحركيين. نعم صحيح، الطابور الخامس. في نفس العصبة هم أصدروا قرارا أيضا كافوا بالطابور الخامس الأرمني، وأيضا إنما احتلوا هم تركيا جلبوا الأرمن إلى فرنسا. إذن هناك توابير الخامسة في فرنسا، مكون من الحركيين، مكون من الأرمن. يعني وساركوزي يغازلهم الآن. نعم يغازلهم الآن صحيح. يعني هناك أعضاء. لماذا طرح الآن؟ لنطرح هذا السؤال أستاذنا الكريم، لماذا طرح الموضوع بعد 97 عاما؟ الانتخابات، ساركوزي، كثير من الناس يربطها بفترة الانتخابات فقط، أن ساركوزي يريد أن يستقطب الأرمن ويتلاعب بالمشاعر الجياشة هناك، ولكن هناك نفوذ تركي في الساحة العربية والشرق الأوسط يزعج فرنسا بشكل آخر، بمعنى المعادلة مزدوجة، أليس كذلك؟ صحيح، أكثر من مزدوجة، يعني ربما ثلاثة أوجه أو غير أو أكثر، على أساس هناك أعضاء مبطن جدا بالنسبة لما هو تركي وعربي وإسلامي في فرنسا. وراليجيس كاردستان هو كان رئيس أسبق في فرنسا، وكان يعارض بشدة انضمام الأتراك لأوروبا على أساس عن خلفية تركيا الثقافية. يعني هم يعني الإسلام، يعني الإسلام، يعني إسلام. نعم. ليس غير، نتحدث بصراحة. نعم بصراحة. بدون قيود. بدون قيود. فرنسا من أكثر المعارضين لدخول تركيا للاتحاد الأوروبي أستاذ الكريم. نعم. لأن جذورها إسلامية. نعم نعم. حتى هو وراليجيس كاردستان كان يضع على دستور شو اسمه أوروبي، دستور الاتحاد الأوروبي، طبعا لم يصادق عليها الأوروبيون. هذا في الدباجة كان ينص أن دين أوروبا هي المسيحية، هو المسيحية. إذن هناك أداء شخصي، ليس أداء شخصي فقط، أداء ثقافي ربما منبثق من خلفيات ثقافية في فرنسا. ليس وراليجيس كاردستان فقط، أيضا ساركوزي نرى أنه يعاد تركيا وما هو تركيا. طبعا كان هناك بعض الرؤساء قادة مثل شرك كان أكثر تعاطفا مع تركيا، وحتى كان سياسيا لم يكن يعارض انضمام تركيا لأوروبا لأسباب مختلفة، أسباب أخرى. ولكن هنا نرى أن لساركوزي عداوة مبطنة لما هو إسلامي وتركيا، وكما ذكرتم أن لتركيا الدور يتعاظم في الشرق الأوسط، وهم يرون أن هذا الدور ربما يضرهم، يضر بهم، يضر لمصالحهم في الشرق الأوسط. إنما مثلا كان في ليبيا، تركيا مشتركة في الحلف الأطلسي في العمليات العسكرية هناك لصالح المعارضة، ولكن أيضا هذا لم يصيرهم، يعني لم يوجب فرنسا، على أساس كما هو كان مخطط، كان يزور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليبيا. طبعا هو أتى قبل يوم زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليبيا، إذن فاجأ العالم وفاجأ الأتراك، لأن أراد قصب السبق. يقال أن الصحافة الفرنسية يعني علقت على الموضوع، هناك غيرة شخصية ما بين ساركوزي رغم من رئيس الوزراء التركي بشكل شخصي. حتى عندما أتى إلى هنا ظهر في الصور أيضا ساركوزي زار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان،
هم تربوا على أرجلهم على رجله، يعني وضع رجله على الرجل الآخر حتى يظهر أنه يعني لديه كبرياء. ونفس يعني جاوبه بنفس الشاكلة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أيضا تربى هو كما تربى أخذ راحته في الجلسة. نعم أخذ راحته وانبسطها. نعم يعني أنا لأبي حنيفة أن يمد قدميه كما صحيح صحيح. حتى يعني تحركاتهم يدل على أن هناك حقد دفين، يعني أحقاد دفينة في نفوسهم، وأيضا هناك سياسة ممنهجة ضد تركيا في فرنسا. جميل. نعم. حصل اعتداء ضمني على تركيا بإقرار هذا القانون في مجلس الشيوخ، 7 ساعات من النقاش لجنة الدستور أبلغتهم أن هذا مخالف للقانون الفرنسي، ومع ذلك تم إقراره بعد 7 ساعات من النقاش. أستاذنا الكريم، فرنسا تتجه باتجاه معاداة تركيا، أو على أقل تقدير إثارت إشكاليات معينة باتجاهها. رئيس الوزراء التركي في رده على ذلك قال لن نسمح للصغار أن يكبروا على حسابنا. رد قوي جدا. نعم. سياسيا، ما دلالة هذه الجملة تحديدا أستاذ الكريم؟ طبعا فرنسا تريد تحجيم تركيا دوليا، ولا يريدون انضمام تركيا أيضا لأوروبا. هناك إرادة أصلا في الغرب لطرد تركيا من أوروبا. هناك أكثر من 100 خطة، حتى هناك يوجد كتاب غارة على العالم الإسلامي محب الدين الخطيب، هو الذي نشر هذا الكتاب. يوجد في هذا الكتاب أن هناك أكثر من 100 خطة لطرد الأتراك من أوروبا، وهم نجحوا في هذا بان الحرب العالمية الأولى. أيضا لبريطانيا أيضا كانت هناك تخطيط لطرد أتراك من شرق الأوسط، وهذا أيضا حصل. وأيضا من وراء الأرمن هم أرادوا تطهير الأناضول من الأتراك، أيضا ربما طرد الأتراك إلى آسيا وسطى كما يسمى. إذا هناك يعني أحقاد دفينة ثقافية بالنسبة لما هو تركي. لذلك وصف أيضا وزير الخارجية أحمد داوطلو هم يريدون يسير تركيا كأن تركيا لها تاريخ فاشيستي، يعني فاشية دموي. نعم. فاشية دموي. نعم دموي. حتى هناك كثير من اليهود أو من الأرمن يقولون أن الأتراك كانوا رواد لهتلر للنازية فاشية في أوروبا. وأصلا بالعكس هناك يتعاظم الفاشية، حركات الفاشية اليمينية المتطرفة في أوروبا لذلك نعم رأى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تحركات فرنسية على طفلية، يعني طفلية. نعم. أستاذنا الكريم، هنا يعني كيف تقرأ الرد التركي؟ يعني تركيا لو أرادت أن تفتح ملفات فرنسا، يعني ما شاء الله الملفات عملاقة. صحيح. دعني من الجزائر، دعني من شمال إفريقيا كله، لنتحدث عن جنوب إفريقيا فقط. نعم. الإبادات الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين يندى لها الجبين. صحيح. نحن لا نتحدث عن الدول العربية فقط وهي مسؤوليتها، لأنها جزء من الإمبراطورية العثمانية بالنهاية. صحيح. قبل أن تصبح تركيا يعني. صحيح. لكن إثارة هذا الملف يمكن أن تقابله تركيا بإثارة ملف آخر. صحيح. لماذا تجاهلت فرنسا تحذيرات تركيا لها؟ هل تريد أن تلعب مع تركيا لعبة السياسة الدامية برأيك؟ نعم نعم. يعني هناك كما تحدثتم انتقائية في المجازر في الإبادات. حصل هناك إبادات كثيرة من قبل فرنسا. يعني هم يعملون من طرف واحد، يعني ولا يريدون أن يتقدم إحدى الدول بهذه المجازر أو إبادات التي حصلت في أفريقيا. إذن يعني هناك انتقائية شديدة جدا لتركيا، لتحجيم دور تركيا، أيضا لإهراج تركيا أمام المحافل الدولية. وطبعا حلفاء الأتراك ضعيفة بالنسبة، مثلا إذا أخذنا بموقف أذربيجانية، يعني ربما يصف البعض أنها متخاذلة. ربما الجزائر إذا أخذنا بعين الاعتبار، لأن طبعا الأزريون مشترك معنا في قضية الأرمن، وأيضا الجزائر مشترك معنا في الماضي في التاريخ. نعم. ولكن هناك ربما رئيس الوزراء شو اسمه الجزائري أو يحيى كان متعاطف مع طرف الفرنسي أكثر من تركيا، ولكن جاءت ردود الشعبية. نعم. أننا نعم. جزء من هذا القانون.
يستهدفون. لذلك يعني طبعا مكان لفرنسا في المجتمع الدولي ويعتمد ويثق لهذه الخلفية أو لحلفايا في المجتمع الدولي. أصلا كما ذكرتم أن كارت تركيا قوية جدا، يعني أوراق تركيا قوية جدا. صحيح. يعني بالذات في ظل قوتها صحيح. الاقتصادية يعني وضعف فرنسا الاقتصادية. صحيح. قبل أيام اشتكى أيضا بوسنويين قالوا أن حصل هناك مزرعة أصلا قد أنهى النظر لفرنسا. حتى هناك كتاب عن ذكريات لكلينتون وتباحث مع ميتراند حول قضية بوسنة هرسك وطلب منه دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلحلة قضية بوسنة هرسك، وقال نحن لا نريد أن تكون هناك في مركز أوروبا دولة إسلامية. لذلك هم تقادوا النظر عن مجازر بحق سربرنيتشيا وسكوسوفو. يعني كما ذكرتم قبل 97 سنة حدث ما حدث، وأيضا ليس هناك حدث في إطار حرب. نعم. يعني هنا قضية ربما تكون مجهولة عند العالم العربي كثيرا، إنكار يعني إبادة الأرمن وغيرها. ما حصل في ذكرى حرب، لم تحصل إبادة ضد الأرمن. صحيح. وهذا الأرمن نفسه صحيح. يتحدثون به. ليس هناك حرب، وكانت صحيح. دائرة هناك طرفي حرب. صحيح. صحيح. بالتالي لا يجوز لأحد أن يتحدث في هذا الإطار، في إطار عسكري، في إطار سياسي، في صحيح. إطار تاريخي. صحيح. في إطار فلسفي. حتى الأرمن يفهمون ذلك، ولكن اللعبة السياسية اللي لعبة سياسية. حتى يوجد لعبة في الأرقام، مثلا ليس هناك رقم معين متفق عليها بين الجانبين التركي والأرمني، ولكن هناك أرقام خيالية. يعني مثلا عدد السكان الأرمن في إبان حرب العالمية الأولى غير معروفة، والأتراك في مصادر الأتراك يذكر أكثر من ليس أكثر من 1.5 مليون، ولكن كتاب الأرمن هم يذكرون أن القتلى أو المجازر أو عدد أكثر عدد من عدد سكان الأرمن كلهم، عدد القتلى نعم أكثر 1.5 مليون. هناك مبالغة. إذن يعني ليس هناك تحكيم في هذا المجال، أو ليس هناك يعني اتفاق بين الجوانب المختلفة، يعني بين الدول المختلفة وبين تركيا والأرمن طبعا. إذن هذه شو اسمه هذا حكم مسبق أيضا ودوغمائية. هذه القرارات أو هذه القوانين دوغمائية. يعني ما معنى دوغمائية؟ ليس هناك رقم متفق عليها ليس بين الجانبين فقط أرمني تركي، وعالميا أيضا ليس هناك رقم إحصائية دقيقة. ليس هناك إحصائية. صحيح. نعم. هنا أستاذنا الكريم، يعني العلاقة الفرنسية التركية إذا توترت ستؤثر على أوروبا. صحيح. اليوم تركيا تأخذ دورها الإقليمي ونفوذها في شمال إفريقيا، وتأخذ نفوذها الفعلي اقتصاديا على مساحة العالم، ولديها حضورها الفعلي لمناصرتها لقضايا الشعوب في شتى المجالات. فرنسا كانت تدفع باتجاه تأزيم الموقف ما بين تركيا وسوريا وإحداث إشكاليات كثيرة جدا. اليوم فرنسا ضعيفة اقتصاديا. صحيح. وهناك أزمة في البنوك الائتمانية في فرنسا. صحيح. وتخفيض ائتمانها وتصنيفها الائتماني. نحن نتحدث عن ضعف أخلاقي، نحن نتحدث عن تفكك في المجتمع. صحيح. الفرنسي. صحيح. صحيح. نتحدث عن إشكاليات داخلية واستطلاعات الرأي أعطت. صح. ساركوزي نسبة متدنية. صحيح. جدا في مقابل خصمه 49 ساركوزي 41. لذلك نحن نتحدث عن أزمة حقيقية يريد ساركوزي من خلالها الخروج من عنق الزجاجة كما. صحيح. يقال. صحيح. هل ترى أن إثارة مثل هذا الموضوع يعطي ساركوزي ضمانة في الفوز في الانتخابات؟ لا أعتقد ذلك، لأن هناك استطلاعات في الآونة الأخيرة تظهر تدل على أن فرصة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية القابلة ليس كثيرة، قليلة، حتى مع إصدار هذا القانون. وطبعا ساركوزي يتشبث بكل الملفات، حتى هو يتغازل مع المسلمين، مع أنه منع الحجاب وغير ذلك. يعني هو يحجم دور المسلمين في فرنسا، مع ذلك هو مقبل للانتخابات ويتشبث بالمسلمين. يريد أي صوت. صحيح. يتغادر. يريد أي صوت. يريد أي صوت، حتى يقول عندما لم انتخب في الانتخابات القادمة سأترك السياسة. كل هذه الأفعال يعني صبيانية. نعم صبيانية. صحيح. هنا صبيانية. يعني أن يغازل اليهود والمسلمين. صحيح. معا، أن يغازل الأرمن وأن يغازل المسلمين. نعم. الأطراف. حتى هناك اختلاط في عمله السياسي أستاذنا الكريم، يعني حتى في أبجديات العمل السياسي والانتخابي.
تركز على شريحة تعطي ضمانات، إما قواسم مشتركة للجميع، وإما أن تعطي فئة معينة للتحيز ضدها. هو يحتاج إلى استجداء أي صوت موجود في المجتمع ليبقى في سدة الحكم، لأن خروج ساركوزي معناه، وهذه أحتاج منك إلى تعليق عليها إذا تكرمت، خروج ساركوزي معناه ضعف قاتل لأوروبا، أليس كذلك؟ صحيح جدا. يعني كما ذكرتم أن فرنسا ضعيفة وربما منهارة اقتصاديا وسينهاروا، لأن هناك ضعف اقتصادي. أصلا أوروبا قد ضربت التدافر الاقتصادي منذ 10 سنوات عندما انتقلت أوروبا إلى ساحة كما يسمى ايرو، انما قبلت ايرو كعمله فيما بينهم ضعفت اقتصاد اوروبا. وفرنسا اصلا ربما هناك دولتان كبيرتان اقتصاديا في اوروبا، المانيا وفرنسا، ولكن فرنسا الان ليس كالمانيا متدهوره جدا، اذا بقي فقط المانيا. هذا ايضا عار بالنسبه للساركوزي، لان الذي اوصلت الى هذا الحديث حديث يعني نعم. اقتصادي هو ساركوزي يعني نفسه. اذا يعني ربما الفرنسيون في هذه الانتخابات سيصوتون لصالح هولندا. هولندا يساري، ولكن ربما حظه أوفر من ساركوزي، لأن ساركوزي أفلست فرنسا كما هو معلوم. وسياسيا هو يعني رجل غير موثوق به، حتى كاتب أمير إيطالي واحد كتب كتاب عن الساسة متلاعبين مستر ساركوزي، نسيت اسمه والله. يعني رجل مثل ثعلب سياسي، يعني يريد بأي ثمن أن يكتسب الدورة الجديدة في الانتخابات الجديدة رئاسية، ولا يراعي أي قيم، ولا يراعي نعم. أي قيم ليس عنده أصلا، أي قيم إنسانية أخلاقية وغير أخلاقية، وأيضا قانون الأرمن سياسيا غير أخلاقي. تركيا، عذرني جدا، بقيت أمامي دقيقة نعم. ونصف. أستاذنا الكريم، أود أن أطرح عليك سؤالا. تركيا قبل شهر تقريبا أجرت اتفاقية استراتيجية مع بريطانيا، اتفاقية دفاع مشترك، اتفاقيات اقتصادية ثنائية عززت من العلاقة البريطانية التركية. هل ترى أن تركيا اليوم ستلعب اللعبة نفسها باتجاه معاكس، بمعنى ستوجد حلفاء جدد في إطار الاتحاد الأوروبي، في إطار المساحة الإقليمية والدولية جميعا، من أجل رد المشكلة التي يريد ساركوزي أن يخلقها في الساحة الدولية على نحره؟ صحيح، يعني فرنسا وألمانيا ميركل متفاهمان تجاه تركيا، ولكن بريطانيا متقربة جدا بالنسبة للسياسات التركية، تريد أن تسير تركيا نحو الشرق الأوسط، يعني تريد أن تتواصل عبر تركيا أو من خلال تركيا إلى الشرق الأوسط. إذا سياسة بريطانيا أكثر ذكاء من فرنسا، لأن ساركوزي شخصيا حقوت على تركيا يعني. ولكن بريطانيون وأمريكيون عاقلون، يريدون التواصل مع تركيا واستخدام هذه الشراكة في الشرق الأوسط، يعني لأنهم يحتاجون إلى تركيا. معروف لدى تركيا في الشرق الأوسط قاعدة كبيرة جدا، قاعدة كبيرة و ماذا أقول، نعم لديها حضورها في الساحة الدولية، نعم، ليس فقط في صحيح. أستاذنا الكريم، هنا إثارة موضوع شعبية كبيرة، يعني نعم، إبادة الأرمن، إثارة هذا الموضوع فيه استعداء ضمني للشعوب التي كانت منضوية في الإمبراطورية العثمانية، تحدثنا في ذلك سابقا. فرنسا فيها أكثر من نصف صحيح. مليون من المغارب صحيح. العربي صحيح. ليس من المغرب العربي فقط، المغرب وليبيا وتونس وغيرها هم جالية عربية ومسلمة. ساركوزي يراهن بخسارة أكثر من نصف مليون صوت دفعة واحدة صحيح. بغباء سياسي صحيح. حتى في سياسة في نعم بنظرة صحيح. مصلحية إلى صالح ساركوزي هو غبي. صحيح غبي جدا، لأن كما ذكرتم أكثر من خمسة مليون جالية عربية هم من شمال أفريقيا نعم. ويعني ذو أصول في الجزائر ومغربية وغير ذلك، هم يتعاطفون مع القضايا
مع قضايا تركيا، وهم يحبون ويحترمون تركيا جدا. وأيضا هناك بعض الأشخاص بغض النظر، أنا لا أحب تركيا أستاذنا، أنا لا أحب تركيا، ولكن القانون يستهدفني. صحيح صحيح. يعني أنا إنسان صحيح. من المغرب، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، أنا لا أحب تركيا، لكن هذا القانون يستهدفني تلقائيا صحيح. لأنه يتحدث صحيح. عن تاريخي. نعم نعم، هذا صحيح، لأن كما ذكرتم كان أحد ربما التهجير أو ترحيل أرمن إلى الشرق الأوسط، إلى سوريا وغير ذلك، كانت دولة العثمانية ذات تعددية، كانت فيها تعيش عرب وغير العرب، إذن مسؤولية مشتركة، ليس مسؤولية يقع على عاتق الأتراك فقط، المسؤولية مشتركة بين عربي وتركي آنذاك في يعني أحد الإمبراطورية العثمانية. نعم هذا صحيح، يعني إذا كان يوجه أي اتهام أو إهانة إلى هذا التاريخ، هذا موجه أيضا بالدرجة الأولى للعرب العرب وغيرهم، يعني أن يتحمل مسؤوليته. نعم تركيا صحيح. تصدرت للموقف، وعلى العالم العربي أن يدعمها، هذه صحيح. مفروغ منه. أستاذنا الكريم نشكرك جدا، الوقت داهمني حقيقة. الأستاذ مصطفى أحمد أزجان المحلل السياسي والكاتب والصحفي التركي، نشكرك جدا على هذه الإطلالة عبر برنامج الألوان السبعة. وأحباء المشاهدين نحملكم مباشرة إلى مساحات الجمال الكاريكاتوري. بإخراج تركي وبسيناريو عربي للكاتب اللبناني الأصلي والكندي الجنسية الآن وجدي معوض، مسرح الحرائق عنوان جديد من التواصل التركي العربي الذي لاقى إقبالا جماهيريا غير مسبوق في ساحة العمل المسرحي. ممثلون كبار أسهموا بصياغة شخصيات هذه المسرحية الإبداعية، ودنيا المسارح تطلعنا من خلال تقرير زميلتنا رشيدة الفطماوي على أحداث وصياغة هوية هذه المسرحية التي تمثل قاسما مشتركا حقيقيا في دنيا المسرح والتلاقي الثقافي. أمل جوكسو كاليش فنانة تركية، ولدت سنة 1945 بمدينة مالاطيا، احترفت الفن منذ سنة 1962، سافرت إلى أنجلترا وقضت هناك قرابة الخمس سنوات. التقينا بهذه الفنانة التي بالإضافة إلى شهرتها المحلية فهي تحظى كذلك بشهرة في العالم العربي إثر مشاركتها في مسلسل أمي، والذي تم دبلجته من اللغة التركية إلى العربية، وقد نالت إعجاب الجمهور العربي من خلال الدور الذي أدته في هذا المسلسل. وحتى لا نطيل الحديث، لنستمع إلى أمل جوكسو تروي قصة نجاحها. بعد العاصفة والعنف يولد الأمل الذي لا يجب أن نحطمه، لأن معه تتجدد الحياة. من هذا المنطلق بدأ وجدي معوض الكاتب والروائي اللبناني الأصل في كتابة روايته المسرحية من بلد المهجر كندا. نلاحظ أن مجموعة من كتاباته أخذت صيغة الجمع حرائق، غابات، سماوات، وحيدون. مسرحية حرائق التي اقتبست إلى اللغة التركية من طرف المخرج جام إيميلر، والتي تلعب فيها دور البطولة الممثلة المشهورة أمل جوكسو كاليش، نتابعها اليوم. أمل جوكسو تياترو عاشي بير كادن. أمل جوكسو هي امرأة خلقت من أجل المسرح منذ 46 سنة، وأنا أعمل في مسرح الدولة، وقبل ذلك عملت حوالي 13 سنة في المسرح الخاص. لقد كانت حياتي مرتبطة بالتنوع المسرحي، وبعد ذلك سافرت إلى إنجلترا وعملت في أكاديمية الفن الدرامي بالعاصمة لندن، وقد حصلت على التقاعد السنة الماضية من مسرح الدولة. ابنتي هي أيضا فنانة، وأظن أن العالم العربي قد تعرف عليها من خلال أدائها أدواراً في مسلسلات تمت دبلجتها إلى اللغة العربية،
فيما يخص العالم العربي يمكن أن أقول لكم شيئاً حصل معي عند تجوالي في منطقة الأورتاكوي، إذ بي أفاجأ بمجموعة من السياح المغاربة الذين أتوا للسلام علي، وأحسست بمدى إعجابهم بفني لدرجة أنهم أصروا سماع أخباري، بل ووصفوني بالأميرة. فجلسنا طبعاً معاً وتبادلنا بعض الحديث، بل ودعوني لزيارة المغرب. وبعد ذلك أتى بعض السياح من مدينة دبي ودعوني كذلك لزيارة بلدهم. مسرحية حرائق للكاتب الكندي اللبناني الأصل وجدي معوض عرضت هذا الشهر في قاعة العرض التركية بعد أن تمت ترجمتها إلى اللغة التركية. وقد لعبت أمل جوكسو دور البطولة في هذا العمل المسرحي الضخم، والذي اعتبرته من وجهة نظرها يمثل رسالة للبشرية من أجل نبذ الحروب وتحقيق السلام. عندما أمسكت سيناريو المسرحية تأثرت كثيراً بالقصة، ورغم الأدوار التي كلفت بها في مجموعة من المسلسلات إلا أنني رفضت التقيد بأي عمل فني آخر قد يضيع علي فرصة التمثيل في هذه المسرحية. رغم أن المسرح كما تعلمون ليست فيه أرباح كثيرة، إلا أن رسالته تبقى فعلاً مربحة. لقد أثر بي موضوع المسرحية، لقد بكيت عند قراءتي للسيناريو، ولا زلت إلى هذه اللحظة متأثرة بذلك. امرأة تم تقسيم مراحل حياتها إلى ثلاثة أعمار: 20 ربيعاً، 40 ربيعاً، 60 ربيعاً. أنا هي تلك المرأة ذات 60 عاماً، وقبل وفاتها تترك وصية لأولادها التوأمين تقول فيها: يجب أن تبحثوا عن أصولكم. فيقرر الأخوان الذهاب إلى لبنان، فيتصادف وصولهما إلى هناك اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وما ترتب عنها من معاناة، البحث عن الأب والأخ المفقودين في وضع غامض ومليء بالتساؤلات والمخاطر. إنها فعلا مسرحية معقدة. مسرح وجدي معوض طاقة فنية تهدرها رغبته في استدرار التعاطف وسقوطه الدائم في فخ المشاعر الفياضة والمفاجآت الدرامية المتوقعة. المسرحية تطرح بشكل أكثر وضوحاً قضية الحرب الأهلية اللبنانية حها الكاتب في عدد من مسرحياته الطويلة مثل ساحل وأحراش. ربما يمكن اعتبارها من أدمى الحروب الأهلية التي عرفها التاريخ والعالم، ولا يجب أن تقتصر هذه المسرحية على تركيا، بل يجب أن تعرض عالمياً. لقد ترجمنا المسرحية للتقارب الثقافي والجغرافي بين البلدين، ولأن تركيا هي بلد متعدد الثقافات منذ مئات السنين، وأرضاً عرفت أحداثاً جسيمة. من هذا المنطلق فهذا النص المسرحي لم يكن بالصعب أو الغريب، بل نرى أنه مناسب لمقاومتنا الفنية والتاريخية، إضافة إلى الفراغ الذي عانينا منه منذ سنوات فيما يخص النصوص المسرحية في مثل هذه الجودة. فأنا أجد أن هذه المسرحية شكلاً ومضموناً تعتبر عملاً فنياً يستحق المشاهدة. عندما قرأت السيناريو كعمل مسرحي وجدت أن فيلم حرائق لم يعبر عن القضية التي كان يصبو إليها الكاتب، أو بتعبير آخر لم يتغلغل في القضية، بينما نجد أن السيناريو المسرحي رغم كونه طويلاً شيئاً ما، إلا أنه يأخذ معه القارئ أو المشاهد إلى عالم مليء بالخيال والمشاعر، بينما الفيلم تطرق في مجمل أحداثه إلى الجانب السياسي. وعندما تخلط السياسة في العمل الفني فإن هذا الأخير يفقد جودته. حرائق من إخراج مخرج تركي واعد هو جيم مولير، وقد استطاع هذا الأخير أن يفلت من تطويل وميلودرامية النص المكتوب وأن يقتبسه بحرفية واختزال، مستلهما بنية مركبة تسمح بالتداخل الزمني بين الماضي والحاضر في رحلة بحث واكتشاف لأسرار وجذور أسرة لبنانية كندية.
لم يقتصر عرض مسرحية حرائق على مدينة إسطنبول، بل عرضت في مدن عديدة منها دينيزلي وأنقرة، ولا يزال العرض مستمرا ليشمل كذلك مدينة ديارباكر ومدن من شمال شرق تركيا. لقت هذه المسرحية إعجابا كبيرا من طرف المشاهدين الأتراك، وعرفتهم بالروائي اللبناني الأصل والكندي الجنسية وجدي معوض. كانت معكم رشيد الفطماوي لبرنامج الألوان السبعة التركية إسطنبول. وإلى مدينة عابقة بذكرياتها نعرفكم بها في سياق المدن التاريخية مع الزميلة خديجة الزغيمي. مدينة رغم أغلبية سكانها من المسلمين إلا أنهم حافظوا على تراثها من الكنائس وجعلوها عامرة مصونة لغاية الآن. رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، رسالة عن المجتمع وكيفية صياغة الحياة المشتركة فيه. إلى المدن التركية. هنا مردين التي شهدت تعاقب الأديان والأقوام والألسنة والدول، ولا يزال هذا التعدد بارزا فيها إلى اليوم. تجد هنا دور العبادة للأديان المختلفة تتجاور. الأقلية السريانية الأرثوذكسية في تركيا تتمركز في هذه المنطقة، ولا تزال تمارس عباداتها في الكنائس المفتوحة للمتعبدين منذ مئات السنين. أبرز هذه الكنائس والوحيدة التي تفتح أبوابها للزائرين في كل الأوقات كنيسة مار بيهنام، أو كنيسة كيركلار، أي كنيسة الأربعين، كما أصبحت تعرف منذ القرن الثاني عشر الميلادي إشارة إلى رفاة الأربعين شهيداً المدفونين بها. لا يعرف على وجه التحديد تاريخ بناء هذه الكنيسة، ولكن المرجح أنه كان عام 569 للميلاد. يدخلك باب خشبي ضخم إلى ساحة الكنيسة التي تحتوي أبنية من حقب زمنية متعددة، حيث تجد برج الجرس ومدرسة الكنيسة وبيت بابا الكنيسة. وبعد أن تمر بفناء داخلي أصغر تجد نفسك داخل مبنى الكنيسة الذي لا يزال أهالي المدينة من السريان يقومون بطقوسهم التعبدية به. بنيت الكنيسة في الأساس على اسم بيهنام وأخته سارة ابنا الحاكم الأشوري الذي أعدمهما لاعتناقهما المسيحية، نتيجة لعدم كفاية رجال الدين المسيحي في المدينة ولرغبتهم في نفس الوقت في أن تقام الطقوس الدينية في جميع كنائس ماردين. يتم أداء صلوات الأحد بالتناوب، بحيث تكون كل أسبوع في كنيسة مختلفة. في بلد تصل نسبة المسلمين فيه إلى 99%، هناك أماكن قليلة يمكنك أن ترى فيها أتباع دين مختلف. إحدى هذه الأماكن ماردين. ترتفع الأصوات مطالبة بعلاقات تركية عربية مميزة. ما هو دور الشباب في هذه الرؤية؟ وما هي قراءتهم للعلاقة وأبعادها؟ العلاقات التركية العربية برؤية شبابية، دراسة وتمحيص بعيون الشباب وألسنتهم ومؤسساتهم، بعد قليل في الألوان السبعة. سبقت تركيا العالم العربي في ربيعها، ولكن ربيع قاده الشباب. كيف ينظر الشباب في العالم العربي إلى الربيع التركي؟ كيف يقرأ الشباب العربي مستقبل العلاقة التركية العربية؟ كيف يريدونها؟ ومن يصوغ هذه الرؤية التي يعكف الشباب العربي والتركي على صياغة أبجدياتها؟ فلسفة العلاقة الثنائية ما بين تركيا والعالم العربي برؤية شبابية موضوعية، هل تتحقق
هل يمكن تحقيقها وكيف يمكن ذلك؟ بالسياسة، بالعمل المؤسساتي، بهمة الشباب أم بماذا؟ قراءاتنا هذه يسعدنا أن يكون معنا فيها ناشط شبابي في العالم العربي ومسؤول قسم الطلاب والشباب في مركز العلاقات التركية العربية، المهندس الأستاذ أيمن حرارة. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك، الله يجزيك خير. لنبدأ إذن بتوصيف هذه العلاقة. وفد بحريني نضربه كنموذج حل ضيفا على تركيا، ولكن هذه بدايات مبشرة لعلاقات ثنائية على المستوى الشعبي والمؤسساتي الذي يرفد العمل السياسي. نتابع سويا. من البحرين، من عمق الخليج العربي المتدفق بالحياة والهمة، جاءوا يحدهم الأمل لزيارة بلد شقيق، لزيارة تركيا التي رحبت بهم كفل ذات أكباد لها، واحتفت بقدومهم بكل محبة وتحنان. وفد من الشخصيات البحرينية جاءوا برغبة ذاتية لزيارة تركيا، جولة سياحية معرفية جالوا خلالها في فضاءات الحياة السياحية والجمالية في تركيا، فكان لهم شأن في مخالطة الشعب التركي والمؤسسات التركية والعربية العاملة في تركيا. هذه الزيارة وبرغم شكلها الروتيني تمثل ملمحا من ملامح العلاقات التركية العربية المكتومة، فالوفود القادمة من العالم العربي يدفعهم الشوق لمعرفة التاريخ والحاضر، والزوار الأتراك للعالم العربي يحملهم الشوق لأوطان تقاسموا معها سابقا الحياة والثقافة والدين والألم والفرح المشترك. نواب حاليون وسابقون وممثلون عن مؤسسات أهلية ومدنية ومعنيون بالشأن الطلابي ومؤسسات ريادية، خليط من الإبداع حل على إسطنبول ليزيد بهاءها بهاء ويضفي على جمالها مزيدا من الجمال، يمزج بين الماضي بعراقته والمستقبل المنشود بإشراقاته. إذن وفود سياحية، وفود برلمانية، مؤتمرات إفريقية تركية، مؤتمرات عربية تركية، مؤتمرات للاقتصاد وللسياسة وللثقافة والأدب والفن. أستاذ أيمن حرارة، المهندس المسؤول عن قسم الطلاب والشباب في مركز العلاقات التركية العربية، نجدد ترحيبنا بحضرتك. اسمح لي بداية أن نبدأ بقراءة تمهيدية، كيف تقرأ العلاقة التركية العربية ببعدها التاريخي الواقعي؟ كيف يمكن لنا أن نجسد وأن نوصف هذه العلاقة أستاذ؟ العلاقة العربية التركية علاقة تاريخية متجدرة من عمق التاريخ، استمرت أكثر من 500 سنة، تبادلت فيها الحضارات واندمجت، جمع العالم العربي التركي العديد من المقومات، منها الدين الواحد الإسلام، جمعهم الجغرافيا الواحدة، جمعتهم الثقافة المشتركة، فكانت تركيا والعالم العربي عبارة عن دولة واحدة. صحيح. ولقرون عديدة. لذلك العلاقة العربية التركية هي علاقة أصيلة أخوية ممتدة على جغرافيا واحدة. أقل ما يقال عليها أننا والأتراك عبارة عن جسد واحد. هذه هي العلاقة. نعم أستاذنا الكريم، الجسد الواحد، أنت ناشط شبابي ومسؤول لرابطة القدس في قسم العلاقات العامة فيها لأكثر من دورة، ونائب لرئيس اتحاد الطلاب في جامعات يمنية عدة، ولك نشاطك وحضورك في الساحة الشبابية في الكثير من دول الخليج العربي. لذلك أسألك مباشرة أستاذ أيمن حرارة، اليوم أتيت إلى تركيا من أجل برمجة وترجمة أفكارك التي تؤمن بها بضرورة بناء علاقة ما بين العالم العربي وتركيا إلى هنا من خلال نشاطك في مركز صداقات، أي مركز العلاقات التركية العربية. هل تؤمن بدور الشباب بداية وقدرتهم على صناعة حدث بمثل هذا المستوى، بناء علاقات استراتيجية بين تركيا والعالم العربي؟ أكيد، والسبب بسيط جدا، لأننا نحن الشباب من نصنع التاريخ، وأقل ما يقال أن القائد الفاتح محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية كان في عمر الشباب، كان عمره 24 سنة. لذلك
أؤمن برسالة أن الشباب هو من يصنع التاريخ وهو من يحدد معالم الطريق. لذلك وجب علينا نحن الشباب في العالمين العربي والتركي أن نكون ذو رسالة واحدة، ذو أهداف مشتركة واحدة، لننهض بأمتنا لنصل إلى العلو في كل ما نستطيع أن نصل به. جميل. علاقتنا يجب أن تكون متينة ومشتركة. الشواهد كثيرة جدا على عمق العلاقات العربية التركية الشبابية، وأكثر مثال على ذلك هو قدوم الطلاب العرب للدراسة في تركيا، وأيضا ذهاب الطلاب الأتراك للدراسة في العالم العربي في المجالات مختلفة. هناك تبادل علمي شبابي سياحي في العديد في المجالات. نحن هنا موجودون لكي نثمن هذه العلاقات ونزيدها ونفتح أفق متبادل. جميل. لنبدأ بقراءتك في هذا السياق تحديدا لطبيعة الشاب العربي، هل تجد أن الربيع العربي أثر على تكوين الشخصية الشبابية العربية؟ نعم. هل أعاد صياغتها تحديدا؟ صحيح. الشاب العربي للأسف الفترة الماضية كان عبارة عن دور احتياطي، الآن تصدر المرحلة وأصبح هو عنوان المرحلة، هو من قاد الربيع العربي وهو من قاد صناعة التاريخ في عام 2011، تونس، مصر، اليمن وغيرها من الثورات العربية، وما زال يصنعها في شتى المجالات علميا، ثقافيا، اقتصاديا، فكريا. الآن الشباب العربي أصبح غير ذي قبل، أصبح لديه نضج سياسي، نضج ثقافي، نضج تعليمي، أصبح الشباب يحاولون أن يتميزوا في الكثير من المجالات. في تركيا نفس الأمر؟ في تركيا سبقونا. تركيا دولة شبابية، أكثر من 35% يوجد بها شباب، وأكبر شيء يعني دليل على ذلك هو وجود برنامالي في تركيا عمره 25 سنة. نعم، الأستاذ بلال ماجد كان ضيفا عندنا. نعم، ما شاء الله، جميل جدا. فهذا دليل أن الربيع العربي موجود في تركيا، والسياسة التركية مؤمنة ومتأكدة أن يجب أن يكون هناك دور للشباب ودور فاعل. لذلك تركيا ربيعها سبقنا، ونحن هنا لكي نتعلم منهم ونتبادل معهم شتى الأفكار لكي نصنع ربيعا إقليميا إن صح التعبير. جميل. هل ترى أن الشباب قادر على التأثير على صناعة القرار؟ بمعنى أنا مؤسس مؤسسة، أنت تؤسس مؤسسة، فلان يصنع مؤسسة أخرى، غيرنا يصنع مؤسسة أخرى، بالتالي نشكل عنصر ضغط على النظام السياسي، نريد علاقة حقيقية مع تركيا لأننا لنا مصالح، واحد اثنين ثلاثة. تركيا نفس الأمر، يضغطون على صناع القرار السياسي، نريد علاقة مع العالم العربي لأننا لنا مصالح، واحد اثنين ثلاثة، للتاريخ، للدين، للثقافة المشتركة، لعوامل كثيرة جدا. هل ترى أن واقع الضغط تصوغه المؤسسات الشبابية فعليا في العالم العربي وتركيا؟ الفترة الأخيرة أصبح هذا واقع ملموسا. إن كنا نتحدث سابقا أنه يوجد هناك ضغط شبابي على الرؤية السياسية صاحبة القرار في العالم العربي، الآن أصبح واقعا ملموسا. وأبرز دليل على ذلك زيارة وفد البحرين إلى تركيا، وفد أكثر من 500 شخصية قيادية شبابية زارت تركيا، وجاءوا للتعرف على أبرز مقومات تركيا الاقتصادية، السياحية، الشبابية، الثقافية. لماذا؟ لكي يستفيدوا من تركيا، لكي يصنعوا قرارهم بأنفسهم من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها. جميل. هل هنا سؤال مباشر أستاذنا الكريم، هل نأخذ التجربة التركية استنساخ في العالم العربي، أم مثلا ننظر في الواقع التركي؟ هناك اتحاد لرجال الأعمال الشباب مثلا، هذه فكرة نحتاجها في العالم العربي، نأخذ هذا النموذج، أم نأخذ النموذج التركي ونضعه في العالم العربي استنساخ مباشر؟ لا، نحن لا نؤمن بالاستنساخ المباشر. لماذا؟ لأن الشباب هم أصحاب أفكار إبداعية، الشباب يؤمنون بالتغيير. جميل. الشيء الوحيد الثابت لدينا هو نحن كشباب هو التغيير، نؤمن أن كل شيء ثابت بعد التغيير لأنه هو الشيء المتغير. لذلك نحن عندما نزور تركيا ونعرف الشباب عليهم يأتون لكي يستفيدوا من التجارب الناجحة ويأخذوها ويطوروها ويصوغوها بما يوافق العالم العربي، لأن الجغرافيا وطبيعة العالم العربي وإن كانت مختلفة قليلا عن تركيا فلها خصوصية.
صحيح. لذلك الشباب العربي لديه أفكاره ولديه برامجه، وعندما يأتي إلى تركيا يرسخ ويستفيد ويطلع على الجديد. لذلك نحن على قدر المستطاع نحاول أن يأتي الشباب العربي وأن يذهب الشباب التركي أيضا باتجاهات مختلفة لتبادل الثقافات والزيارات والبرامج والأنشطة لكي يستفيد الجميع. هذا هو الصحيح، لا لتطبيق تجربة كما هي. جميل. الآن نفترض أنني شاب عربي أود أن أتي إلى تركيا للدراسة للعمل لأمور أخرى، هل مركز الصداقة مركز العلاقات التركية العربية الذي أنت مسؤول فيه عن قسم الطلاب والشباب يؤمن فرصة التبادل في هذا الجامعة؟ مثلا أنا طالب تركي أريد أن أدرس في العالم العربي، أنا طالب عربي أريد أن أدرس في تركيا مثلا، هل تؤمنون مثل هذه الفرصة؟ نعم، بحمد الله تم افتتاح مكتب الفاتح للخدمات الطلابية وهو تابع لمركز العلاقات العربية التركية، وهو مكتب متخصص في الخدمات الطلابية، يقوم باستقطاب وإرسال الطلاب العرب إلى تركيا والعكس، تبادل معرفي أكاديمي. بالضبط. يعني الفترة الماضية تم الذهاب إلى العديد من الجامعات التركية والاتفاق معهم على مسهلات وأيضا تسهيلات، والمقصود بهذه هو تيسير حصولهم على فيزا الطالب، التخصصات المطلوبة في العالم العربي إن كان أيضا بمساعدة عن طريق الرسوم، أشياء كثيرة نحاول أن نسهلها في تركيا. جميل. إذن لدينا عنوان لمن يرغب في الدراسة هنا للمساعدة، ونحن نتشرف بمساعدة كل من يبحث عن النجاح والتميز في تركيا وأيضا في الوطن العربي. الآن لدينا العديد من الاتفاقيات في بعض الدول العربية كمصر والأردن لتعلم اللغة العربية لمن يريد من الأتراك الشباب، ونريد أيضا أن نبحث عن مجالات أخرى تفيد الشباب التركي في العالم العربي. جميل. نحن نحاول هنا أن نوجد علاقات حقيقية لكي يستفيد منها الطرفان، وهذا ما بدأنا به أولا كمكتب الفاتح للخدمات الطلابية. ثانيا قمنا في مركز العلاقات العربية التركية بإنشاء منتدى أسميناه المنتدى الشباب العربي التركي، ويوجد فيه حاليا العديد من الشباب العربي يمثلون الوطن العربي، ويوجد أيضا به العديد من الشباب التركي. جميل. ونحاول الآن أن نتوسع في هذا اللجنة أو هذا المنتدى لكي يستطيع هؤلاء الشباب صنع أطر عمل مشتركة في العديد من المجالات الشبابية التي تهم الشباب في المجال الأكاديمي، الثقافي، الفني، الرياضي، الكشفي. من خلال هذه المجالات التي تهم الشباب نحاول أن نصيغها إلى برامج عملية مشتركة. جميل. هذا ما نحاول أن نصنعه بتوافق شباب عربي تركي. جميل. إذن هنا لابد من التركيز على نقطة، الأفاق التي تطرحها جميلة جدا المهندس أيمن حرارة، لكن نحتاج إلى رفع سقف الوعي عند الإنسان العربي والتركي. نحتاج الشاب المثقف الذي يفهم ما معنى السياسة والإدارة والعلاقات المشتركة ودنيا المصالح ودنيا الثقافة المشتركة والدين الواحد، يحتاج إلى قواسم مشتركة في فهمه، بمعنى لابد من التدرج في هذا الجانب. هل هذا المنتدى الذي تحدثت عنه منتدى الشباب العربي التركي لديه أهداف بمثل هذا المستوى؟ بالضبط. نحن نؤمن بالتدرج، لذلك أول ما واجهنا في تأسيس هذا المنتدى هو عائق اللغة، وإن لم يكن عائق بل هو عبارة عن صعوبة. نحن الآن نحاول من خلال التوصل إلى لغة مشتركة بين العرب والأتراك بالتفاهمات مشتركة أن نسهل هذه الصعوبة وهي اللغة التركية، ومن بعد أن نسهل اللغة التركية للشباب نستطيع أن ننطلق يعني درج درج كما يقال إلى أن نصل إلى غايتنا. جميل. نحن نحاول من خلال منتدى الشباب العربي التركي أن نوجد أن نستطيع إيجاد أرض خصبة لالتقاء الشباب العربي التركي، وكما تعلم أن الشباب في المرحلة الحالية لديه الكثير من الاهتمامات، لديه الكثير من الانشغالات، بطبيعة الحال التطور التكنولوجي والمعرفي والثقافي أصبح لا يهمه كثيرا البرامج الشبابية ذو الطبيعة الكلاسيكية. جميل. هل ترى أن الربيع العربي أوجد بيئات شبابية في العالم العربي قادرة على صناعة مؤسساتها الخاصة بها، مؤسسات ترعى الإبداع الشبابي، مؤسسات تصوغ الرؤية الشبابية ليسهل التواصل من خلال العمل المؤسساتي، لأن الفرد يصعب عليه أن يتواصل مع فرد؟ صحيح.
وعهد الفرد انتهى عمليا، هل ترى أن الربيع العربي أسهم في صياغة المؤسسات الشبابية القادرة على خوض ميدان التبادل المعرفي والثقافي أستاذ أيمن؟ نعم، أسس بشكل قوي، وأبرز ما نشاهده الآن عبارة عن مؤسسات شبابية، وكما تفضلت دكتور العزيز انتهى عهد الفرد، أصبح الآن في الوطن العربي هناك عناوين شبابية قوية، وعلى سبيل المثال مصر وتونس والخليج العربي وفلسطين، كل وطن عربي أصبح هناك مؤسسات شبابية تمثله. يعني على سبيل المثال يوجد في الخليج العربي مؤسسة شبابية ضخمة اسمها فور شباب، وهي مؤسسة رائدة تهتم بالشباب العربي. جميل. يوجد في مصر مؤسسات واتحادات شبابية في هذا المجال، والآن هناك مؤسسات شبابية تنشأ ضمن الظروف الربيع العربي في اليمن، في فلسطين موجودة، في تونس، وتلقينا دعوات عديدة لكي نشارك معهم في العديد من المؤتمرات التي تهتم بمجال العلاقات العربية التركية. جميل، أنا أشكرك حقيقة على هذا النفس الشبابي الجديد، وعلى هذا النفس صاحب، يعني اسمح لي أن أقول لك، الطبيعة التي افتقدناها على مدار سنوات، أن يتحدث الشاب بقضايا المجتمع. أستاذ أيمن، لكن قراءتك لطبيعة العلاقات، بقيت أمامي دقيقة ونصف، مستقبل العلاقة إلى أين تريدون أن يصل؟ نحن كشباب نريد أن نكون طموحون. طموحكم إلى أين يصل؟ طموحنا يصل أن يصل الشاب العربي إلى تركيا يعتقد أنه نفس أنه في بلده، والشاب التركي عندما يذهب إلى أي مكان في الوطن العربي يعتقد نفسه أنه في تركيا. نكسر كل الحواجز لكي يكون هناك فعلا شباب واحد ذو أهداف واحدة ذو طموح واحد، لكي نصنع ثقافتنا وحضارتنا في عالمنا الإقليمي. نعم، والشباب هم العنوان. والشباب هل تجدون العنوان. تفاعل، سؤال أخير، هل تجدون تفاعل من الشباب التركي عمليا معكم في نشاطاتكم، أو رغبة تبادلية، رغبة من الجانب الآخر؟ يوجد، لكن نتمنى أن تكون أقوى إن شاء الله. نعم، المهندس أيمن حرارة، مسؤول قسم الشباب والطلاب في مركز العلاقات التركية العربية، نشكرك جدا على وجودك معنا وعلى هذه الأنفاس الشبابية، ونتمنى لكم مزيدا من الانتصار والازدهار والعطاء أيضا. وحنا موعدنا الآن مع اللوحة الكاريكاتورية الثانية، والتي نترككم كما عودناكم معها بلا تعليق. طيري لأمي، طيري لأمي يا مشاعر، وانطقي عند الوداع بلوعة الأشواق. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم، سلامنا الحار إلى أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا في شتى بقاع عالمنا العربي والإسلامي. لكم منا كل المحبة، وعلى أمل اللقيا بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.